بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالحضور الكريم. معاكم اسماء الشريف ادم شيبوله. موضوع اللي هنتكلم عنه عنوان الترتيب الميلادي وعلاقته باساليب المعامله الوالديه ومفهوم الذات والسلوك العدواني لدى طلاب المرحله الثانويه بمدينة نيالا. طيب قبل ما نبدأ في الموضوع أنا بسأل سؤال والإجابة حتكون آخر الموضوع. ما هي أسمى وأغلى هدية تقدمها الأم إلى أبنائها؟ طيب الموضوع يا جماعة عن التربية، لأن إحنا بنقول فلان مربى فلان مربية، لأن التربية يا جماعة هي الأساس الذي يرتكز عليه الإنسان في بقية حياته. فإذا صلح الفرد أصلح المجتمع، وإذا فسد فسد كل المجتمع. طيب أدوار التربية يا جماعة تكلم عنها عالم اسمه عبد الرحمن عدس، قال إيجاد التربية هي إيجاد جو تسود فيه روح المحبة والإلفة والسعادة بين أفراد الأسرة. طيب إنسان سعيد بين أسرته يشعر بأهميته في أسرته، يشعر بأهميته في المجتمع، ودي هي عامل أساسي، عامل أساسي في ماذا؟ في روح تنمية الروح الإيجابية للشخص وروح المرح والسعادة، إنسان يكون مكيف خالص. الأشياء دي كلها هي كلها عوامل بتنمي عنه عن الفرد المقدر على التفوق وتعديل الجمال، بحيث كل الوجوه الموجوده دي هنا جميله لانه هو الحياه عنده جميله، وبيكون يعني بيعبر عما يحس به بكل جرأه، ما بيكون يخاف على اي شيء، ده موضوع على التربيه. طيب من وين انا جبت الفكره يا جماعه؟ بتاعة المتغيرات الاربعه، انا استاذه في المرحله الثانويه اتنقلت للمدارس البنين والبنات، لاحظت هنالك سلوك متباين. السلوك الأول طالب مثالي متفوق يحترم المعلمين ويتقبل زملائه. أسلوب آخر طالب متزمت طالب يحترم المعلمين ومهمل. تولدت لي الرغبة العالمة وبدأت أجمع في معلوماتي، أخذت الدراسة مجتمع الدراسة طلاب المرحلة الثانوية هم، وأخذت عين قصدية، عين قصدية بمعنى أخذت عين معينة من الطلاب، ترتيبهم الميلادي الأول، ترتيبهم الميلادي الثاني، الأخير والمنفرد لجنسه والمنفرد لجنسه. صممت استبيان مقاييس المعاملة الوالدية، مفهوم الذات والسلوك العدواني، عرضتهم على مختصين في مجال التربية، رجعوا لي الاستبيانات وطبقتها على الطلاب. استخدمت طريقة إحصائية اللي هي اختبارات لمجتمع واحد واختبارات للفروق بين عائلتين مختلفتين واختبار سيوفر مان والتباين الآحادي، وحصلت على نتائج إن شاء الله هنتكلم فيها لاحقا. الموضوع لما نتكلم عن الترتيب الميلادي يا جماعة بنشوف العبارة دي جديدة، شو الترتيب الميلادي؟ الترتيب الميلادي ده قبل 93 سنة كان ما موجود. عالم الناس قدر دخل لنا هذا المفهوم انه الترتيب الميلادي الاول والثاني ده عنده تأثير في سلوك الأطفال. وقبل ما نبدأ يا جماعة أزور الترتيب الميلادي الأول يرفع يده. أزور الأول واحد في الأسرة محظوظ. الترتيب الميلادي الأول نتكلم عن سيكولوجية الطفل الأول. يا جماعة الطفل الأول ده الجماعة الزواج هي داب الحياة جميلة وشفافة الزواج وسيلة وليس غاية. كلام جميل جدا جدا. يعني أخونا آدم ده لو تحول أرتجيب الكباية حاضر يا ستي. الطفل في اليوم جميل جدا جدا، يعني كسيرتني ما شاء الله. الطفل ده بتشبع في جانب انفعالي، في جانب وجداني، في جانب اكاديمي. طيب عندنا باحثه اسمها فاطمه الكتاني قالت هم اطفال يعني متالقين وصادعين.
وعملوا دراسة يا جماعة عملها عالي باسم لوري سادة، عملنا 30 من رواد الفضاء، الناس أول مرة مشوا الفضاء. ال 30 يا جماعة تتخيلوا 21 منهم ترتيبهم الولاد، وتحية لمسة ترتيب الولاد الأول. يعني دي نسبة ماسة احنا، لأن يا جماعة هو الأم والأب مشبعينه من كل الحاجات، والكلام ده يا جماعة ما كلام باحثين وتربويين، أنا نموذج بتاعهم طفلين أول 2017 2018 الأول على مستوى الشهادة السودانية، وعامل 100 في الرياضيات. طيب نشوف سيدة الطفلة الثانية، الطفلة الثانية ده يا جماعة الموضوع بيجي شوية. يعني أخونا ده كان في نفس الوضع. بكون الأول هو محبوس بين الأول والأخير. هو معدل ذكائه حسب الدراسات أقل من الأول، لكن هو محاول يلتحق بالأول. بكون مستغل لزاده يا جماعة، هو مستغل لزاده. وفي طرفة يا جماعة الموضوع بيجيب واحد وزوجة اسمها نهى، فنهى دي بكون لأخواته نهى دي الشمس التي تأتينا الضياء والحياة، بس خلي نهى دي حاجة قدامه. جابوا الطفل الأول، جابوا الطفل الثاني، جا داخل قامت سألت أخته، قال ده جاب شمسنا، شمسنا قدرنا والله المحرقة. فيجماعة المشاعر والأحاسيس ما عندها يعني موسم، عشان نقول بعد 4 شهور بعد 3 شهور دي حاجات نحن فطرنا عليها، فالتعبير عنها يكون في كل زمان ومكان. طيب احنا عندنا المفردة للجنس البنت، عندنا الطفل الاخير الصغير، الصغير ده حسب صيدليته ان هو مدلل، خلاص الاب والام التجربه الاولى دي هم مروا بها، فهو لقى ناس كبار قوات جنبه، وبكون زول اجتماعي ومبتهج شديد، لكن من صيدليته انه بنيد السلسله والبغبغه، يعني أي زوج صغير في البيت لما الأم تجي تعمل شمارات خلاقات، يعني دي حاجة هي اللي سيطرت وهي يا جماعة ما هي حاجة ثانية. فإحنا يعني الترتيب الأولاد لازم نراعيه في الأطفال. طيب يا جماعة المفردة لجنسها، المفردة لجنسها البيت واحدة وسط الأولاد، تلبس بناطين الأولاد، تحط طاقية الأولاد، حاجاتها كلها بتاعت أولاد. والدراسات اثبتت ان الام اذا كان انتبهت للمفردة الجنسة دي بيرتفع عندها هرمون الذكور يا جماعه. فاحنا ما نخليها هي بنت وتبقى لا ولد. طيب تعالوا للمنفرد في جنسه، المنفرد في جنسه لانه الولد واحد وسط البنات. طيب الولد واحد وسط البنات، اذا الاب موجود بقول يا بنت ما تنطوي انا الزعيم كده، يعني انا ولد واحد وسط البنات. لكن لما يكون الاب ماشي وعين جزمتي بتعمل يعني خلاص هو مشيش سلوك البنات، عشان كده يا جماعه احنا لازم نراعي الترتيب الولادي في اطفالنا لان ده عامل مهم، ده متغير الاول الترتيب الولادي. طيب هل احنا نتكلم عن المتغير الثاني وده مربط الفرس يا جماعه، اساليب المعامله الوالديه. أساليب المعاملة الوالدية هي الطرق اللي بنستخدمها نحن كآباء وأمهات واللي بتعكس على سلوك أبنائنا، ودي مسؤولية الجماعة علينا كلنا نحن في الفرد والمجتمع. طيب أساليب المعاملة الوالدية دي إذا كانت هي سوية بكون السواء للحاضر والمستقبل، وإذا اتخلى أي واحد منهم يكون في اختلال في المجتمع. طيب الاساليب دي ناخد اسلوب واحد اللي هو التغبل. التغبل يا جماعه مدى اظهار الحب والحنان للطفل، يعني احنا بنظهر مشاعرنا للطفل متى ما كانت الفرصه سالحه لذلك. لكن يا جماعه بعض الناس بيفتكروا انه الحب ده اللي بنظهره لاطفالنا نوع من الضعف، لا احنا بنشبه حاجتهم. وده بيدينا ناتج شنو لما احنا نقدم لهم كل الاشياء دي، الطفل بكون مخلص، بكون ودود، يتقبل ذاته، يتقبل الاخرين. وفي نقطه يا جماعه في يعني قصه طريفه، ولد متعود يوم امه تحضنه مع الصباح، فيوم الترحيل جه بدري ما لقى امه، ما
مش لحد ما المدرسة جا راجع قال له بتاع الطرحين طرد جنيه. هم مفتكرين ان الطفل ده عنده حاجه ولا مقدم ولا ما داري في المدرسه. قام رجعوه في الطرحين لحد بيته. قال الاستاذه استني. ها الحاصل شنو؟ قال لها انا طالب مني. فتح الباب قوم احتضنته ورجع. قامت قالت لها الاستاذه جبت انا شنو؟ قال لها انا لو اصلا يعني ما اخذت الجرعه بتاعت الحضن حق الصباح دي ما بقدر اقضي يومي انا سعيد. فيا جماعة دي حاجات ما ننكرها، احنا زي المظبطة استندوتش حلو ومظبطة معاه الكاتشاب، كلمتين حلوين في إطار وحرمة لطيفة هو خلاص بجد يومه مرتاح. وحسي أنا من الحتة دي أي زول عنده أخو مراهق أو بنت مراهقة، يمشي بس ياخد ويقول لها يا شاب ما شاء الله أنت جيل كبير وتحملت المسؤوليات وقال لها أمير وأوكي عليها مهمة، بكرة إن شاء الله هتجي نفس المهمة هو أخذها بيه. بس بالحضور اللي أنت أديته ده هو الكلام. طيب فاحنا يا جماعه اسلوب حياتنا اسلوب حياتنا يا جماعه في البيت لابد دايما ان احنا دي فطره ربنا فطرها علينا. يعني هسه انت في السوق مشيتوا محل بقاله كده لقيتوا كيلو الحب ب5 جنيه ولا العطف كيلو العطف والحنان ب 20 جنيه ما في يا جماعه دي حاجات ما توجد في السوق موجوده في نفوسنا ان احنا نعبر عنها للناس اللي حولنا والناس المحيطين بنا. طيب نفس البعد التغرب ده عكس الرفض. والرفض ليه يا جماعه؟ الرفض الصريح للطفل ده ما في ما هو الغربلاء. وده اللي احنا بنعاني منه يا جماعه كمعلمين، الاطفال يتسربوا نتيجه الرفض، يجي لحد باب المدرسه وما يدخل خالص المدرسه، لان هو هناك قال ده القلم، قال ما في قلم، قال ده 100 جنيه، قال لهم ما في جنيه. طيب الطفل زي ده هيتشرد يا جماعه ويمشي وين؟ يمشي يندمج مجموعه ثانيه بكلمه واحده ده ما في ان احنا يبقى خسرنا فرد في المجتمع. البعد الثالث هو الاهمال يا جماعه، والاهمال يعني بنهمل الطفل فكرا لو اذا كان اكاديميا او عيان ما بنمشي المدرسه الى غيره. الطفل المهمل ده يا جماعه والعياذ بالله حسب الدراسات بيكذب لانه هو اصلا ما في عالم، هو مجهول ما في دار بيسال عنه، وكل عنده عداء للاطفال اللي هم معاه في عمره، والحاجات هي بتكبر معاه. التسلط البعد الرابع التسلط. التسلط يا جماعه سبحان الله نحن عندنا التسلط بيمتد بعد الزواج. يعني انت اقول لك يا اخي والله انا بس البلد ده لا عديل طمنا. التسلط بيبدا من صغير لحد هو يمشي كبير بيتعود عليه. في التسلط ده الطفل ما عنده حريه يكون صدارات مع الاخرين، ما بيقدر حتى الملابس دي اللي انت فيها ده انت بتشتريها الملابس عايز امشي مشوار، لا مشوار ما في. التسلط ده اثنين الناتج حقهم اثنين العدوانيه والانطوائيه، خلاص قاعد لا سلوك مرغوب فيه ولا غير مرغوب فيه، بس بني ادم كده وقاعد يحمي معنى انه محينا شخصيته. البعد الخامس اللي هو التفرقه، والتفرقه يا جماعه مفرقه بين ابنائنا. يعني ما نفضل ده لانه شاطر وما نفضل ده لانه وجيه، لان دي مسؤوليه امام الله. والطفل المفضل من قبل الام يعني هو هيناقش عناء بين اخوانه، ودي معروفه يا جماعه في قصه القران الكريم يوسف ماذا فعل به اخوته. فاحنا الاساليب دي كلها يا جماعه لابد ان نراعيها. الحمايه الزايده، الولد ده يعني عمره 7 سنة، انت ما تمشي الدكان ما توصل الشاحن، يعني هو كده الابشف وكل شفقه ما عادوا. الحمايه الزايده يا جماعه ما بقول اسلوب خاطئ، لان الطفل الناتج من الطفل اللي بيمارسوها اسلوب الحمايه الزايده ما بيتحمل المسؤوليه، ما بيقدر الاخرين، ما بيحترم لانه هو حاسس انه هو العالم كله امامه. طيب يا جماعه بعد الابعاد دي انا بسالكم سؤال، الاطفال المشردين في الشوارع هل سببهم الفقر والحرب؟ هل سببهم الفرد والحرب؟ اكيد يا جماعه هم ناتجين للاساليب والاساليب الممارسه في البيت بطريقه خاطئه. المتغير الثالث اللي انا هتكلم عنه مفهوم الذكاء. مفهوم الذكاء يا جماعه فكره الانسان عن نفسه وفكره الانسان المضمر. احنا بنقول انا ذاتي، انا ذاتي بمعنى ده تكوين شخصيتي. مفهوم الذكاء عنده نوعين ايجابي وسلبي. واحنا من فترة 5 سنوات يا جماعه
لو ما قلنا للطفل ده انت كويس وانت مهذب وانت يعتمد عليك، ما لما ينفيه الحاجات قدام امك تتنميها، هذا ليس تكوين الذات الانسان. ستي انت بتقول انا ذاتي ما نافع، نظرة الاخرين ده برضه انت ما نافع، المجتمع المحيطين ده اصحابك يقول لك يا الله صاحبنا ده ما نافع، لانه هو نظرته السلبيه لنفسه خلت الاخرين يغيروه هو ما نافع. الزول يحس انه نفسه ايجابيه يتقبل نفسه يدريها يوعي بها يحترمها، نظرة الاخرين ده برضه شنو محترمه وكده شخصيته تكون ذات ايجابيه. مفهوم الذات عنده اثنين مهمتين يحددان هوية كل انسان عن الاخر ويعملان عن التكامل في جانب الفرد. طيب عالم النفس نفسه تحدث عن الناس المستوى الذات عندهم مرتفع، ناس حسمهم القيمي عالي وبيميلوا للبساطه والتلقائيه. اي زول هسه الان قاعد عنده مفهوم ذات مرتفع في نفسه بشوف بس الناس هذا الصفات دي عنده ولا لا، بيميلوا للواقع، علاقاتهم العميقه مع قليل من الناس، يحبوا يخدموا الاخرين اولا بعد ذلك انفسهم اخيرا، حسمهم القيمي عالي ويميلون للبساطه والتلقائيه. دي كلها سمات يا جماعه، لو زول بس فكر بيعمل حاجه واحده من الحاجات دي اكيد انه هو مستوى ذاته مرتفع وهو شخص قريب من الصحه النفسيه. عندنا المتغير الرابع هو السلوك العدواني يا جماعه، وده علينا منه كثير. نحن السلوك ده يعني نشوفوه هو سلوك عادي عندنا لكن ما عادي يا جماعه. اذا كان انا عايز كنت لازال يا اخي انت عامل جسمتي افضل منها، انا بشوفه كلام بسيط لكن ده سلوك عدواني قهري رمزي لان انا مستلقي شيء حقير. والسلوك العدواني ده يا جماعه موجود يعني قتل قابيل هابيل، يعني ما جبناه ونحن دي طبيعه البشر. لكن السلوك العدواني دي في اسباب ليه يا جماعه؟ اول الاسباب يا جماعه الاسره ذاتها لو اصلا ممارسه السلوك العدواني ده الضرب والحاجات اللي عندهم عاليه الطفل طوال السلوك ده بيكون عنده عالي، لو شاف اصلا شهر السلوك بيكون عنده عالي. المجتمع ذاته يا جماعه القصه الفوارق الطبقيه برضه له اثر في السلوك العدواني. طيب احنا السلوك ده في نظريات فسرته اللي هي مدرسه التحليل النفسي قالت تعطيل غريزه الحياه والموت، وناس جون ماسكوم قالوا من البيئه متعلم من البيئه، ناس التعلم الاجتماعي قالوا سلوك المحاكاه وسلوك بيتعلمه الشخص في البيت. في اثنين قاموا بيقطعوا في جارتهم، والله فلانه دي زوجين، فلانه دي زوجين، ام بسيطه ما بتخافوا، بس الطفل كان قاعد اللي بيقطعوا فيها دي طلعت قدمت صاحبتها وبيقطعوا فيها دي جات دخلت طوال الطفل طلع في الملعب، يقول لها وين وجهك الثاني؟ قالت له مالك يا ولد؟ وين وجهك الثاني؟ قالت لها حس ان اسمامه قالوا انت عندي وجهين. جماعه عشان كده هنحن الاطفال ايه؟ ما يعني هم عقولهم صفحه بيضاء عن نفس الجميل قالوا انهم عقولهم صفحه بيضاء نحن ننقش فيها ما هو جميل وما هو قيمي وما هو احلى. طيب دي عن الموضوعات كلها الاربعه المتغيرات. طيب الاربع متغيرات دي يا جماعه في قاسم مشترك بينهم. العلاقه الزوجيه يا جماعه متى ما كانت العلاقه دي هي راحه للنفس وطمانينه ويعني فيها موده ورحمه الطفل بيحتاج للجوده من الانسجام. يا جماعه قاعدين الموضوع ما حفله وصغارين. انت اول ما اتزوجت الاثنين على الحياه الدنيا بقيتوا نواحي جديده في المجتمع، فمسؤوليتكم انه الحلوين ده تشبعوهم دائما من الحاجات حتى انه وهم تبقوا اضافه للمجتمع. نرجع للموضوع اللي هو نتائج الدراسه. الدراسه دي اسفرت لنا عن نتائج كثيره منها، اولا السمه العامه لاساليب المعامله الوالديه في ولايه جنوب دارفور حسب الدراسه في الطلاب تتميز بالايجابيه والتحيه للام يا جماعه في ولايه جنوب السمة الثانية السلوك العدواني مرتفع في البنين والبنات، ودي يعني دراسة ممكن الناس تتغصى عنها.
السنة الثالثة مفهوم الزع في لجنة الدرفار بالنسبة للدراسة متفق في البنين والبنات. طيب التوصيات الأربع الأربع إنه يا الآباء والأمهات عليكم باتباع الأساليب التربوية الصحيحة في تربية أبنائكم. المجتمع كله يا جماعة عليه باهتمام طلاب المرحلة الثانوية لأنهم أكبر شريحة في المجتمع يا جماعة. المقترحات اقترحت الدراسة عن خفض السلوك العدواني لدى طلاب المرحلة الثانوية في ضوء بعض المتغيرات. رسالتي الأخيرة رسالة شكري وتقديري وحبي لأمي موجودة الآن وأبنائي والتحية لها وزوجي وأحفادي الموجودين في الساحة. الرسالة الثانية لأي شاب لأي شاب لأي واحدة متزوجة في البيت رب المنزل خليكي بأحسى وما في مستحيل. رسالتي الأخيرة ورسالة حزني للأطفال المتشردين يا جماعة في الشوارع وفي الملاجئ وفي كل بقاع العالم. قبل ما أختم عايزة الإجابة على السؤال ما هي أسمى هدية تقدمها الأم للأبناء؟ وبعد الاستطلاع على كل الإجابات كانت الإجابة خاطئة. وأجمل وأسمى هدية تقدمها الأم للأبناء تختاروا شنو يا جماعة؟ كلها أجمل وأسمى هدية تقدمها الأم للأبناء تحب أبوهم يا جماعة. والحاجات دي كلها والأطفال جاوبوا إنه يحبوك فبختك يا آدم.